بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اصدقائي وحلقه جديده من الهدف. منذ قليل بيراميدز بطلا لكاس مصر لاول مره في تاريخه بعد ما فاز على نادي زاد في المباراه النهائيه في الدقيقه 84 بهدف لفيستون مايلي هداف الهايل الكونغولي اللي قدر يسجل هدف المكسب وهو الهدف الوحيد في المباراه. زاد عمل مباراه هايله بالذات في الشوط الاول، يعني زاد عمل مباراه حلوه قوي بالذات في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني بيراميدز كان افضل كان احسن. ودايما عندنا مقوله كده في الكوره كلنا عارفينها وحافظينها، اللي ضيع كتير يستقبل، وهارد لك لزاد، تعبوا وعملوا موسم هايل جدا، لكن بيراميدز النهارده الخبرات اللي في الملعب هي اللي حسمت الامور، وقدر زاد وقدر بيراميدز انه يفوز باول بطوله ليه في تاريخه كله منذ انشائه. لقب كاس مصر هو اول لقب يتوج به فريق بيراميدز منذ تاسيسه، وبعد الفوز بيراميدز بيتاهل مباشره الى مباراه السوبر او بطوله السوبر اللي هتتلعب في الامارات. الاهلي بطل الدوري وبيراميدز بطل للكاس وسيراميكا بطل لرابطه الانديه المحترفه. بيتبقى فريق واحد وهو صاحب البطاقه الذهبيه اللي هيتم ترشيحه من اللجنه المنظمه لبطوله السوبر المصري في الامارات. دي لحظات التتويج طبعا. احمد الشناوي كابتن فريق نادي بيراميدز كان عمل لقطه ان هو ما رضيش ان هو يعني هو اللي يرفع الكاس لوحده، جاب احمد فتحي وجاب ايضا علي جبر، والتلاتة مع بعض شاركوا في رفع بطولة الكاس ككباتن لفريق نادي بيراميدز. المباراة نفسها لو انت اتفرجت عليها تلاقيها مباراة كاس، مباراة بالذات الشوط الاول بالذات لغاية الدقيقة حوالي 22، الكل خايف، كل قلقان، محدش عايز يجي في جول بدري، لكن مع مرور الوقت زاد كان احسن وزاد ضيع، وعلى فكره برضو بيراميدز ضيع، لكن فرص زاد كانت اكتر في الشوط الاول وكانت اخطر على مرمى بيراميدز، لكن في الشوط الثاني اعتقد بيراميدز هو اللي كان الافضل والاحسن. عايز اقول الكابتن مجدي عبد العاطي هارد لك، يعني هارد لك فعلا خساره البطوله دي واحده من الفرص الفظيعه، يعني فرص كانت سهله جدا انها تحسم لزيكو، كان ممكن يحسم او كان هيبقى زاد هو اللي هيتقدم في المباراه. يوريتشيتش ما قعدش لحظه في هذه المباراه، يعني دي لو تشوف نفس الكوره بتاعت الثرو اللي عمله امام عاشور لوسام ابو علي في ماتش الاهلي وبيراميدز، لكن هنا الشناوي طلع اكتر، خبطت في زيكو، حظه بقى ان هي عدت، لكن وسام ابو علي حطها بحرفنه اكتر بكتير، يعني هي الكره رده دي كره مصطفى فتحي اللي عملها بشكل رائع جدا جدا جدا، لعيب موهوب، يعني مصطفى فتحي لعيب موهوب، لعيب كبير قوي، لكن في المباريات اللي زي دي بقى ما يعني اخلص حطها اسهل من كده، هو حطها بشكل الار 2 شكل رائع وشكل جميل جدا، لكن زي ما بقول لحضراتكم في المباريات دي مش مستحمله، يعني هو قطب، بص هيقطم ازاي، قطب بشكل حلو قوي، حطها في البعيده بشكل رائع جدا جدا جدا، دي لو دخل الجول كان يبقى هدف مش عالمي، ده هيبقى هدف عالمي واوروبي وكل حاجه في الدنيا. دي كلها اللي بتكلم عليها دي كانت فرص في الشوط الاول، كل ده في الشوط الاول، ودي واحده لبيراميدز خطا دفاعي غريب جدا جدا من بيراميدز، لكن برضه التغطيه العكسيه هي اللي حسمت الامور من الشيبي في، لكن تشوف لخبطه المدافعين لخبطه غريبه جدا يعني ما تتعملش، لكن هو الشيبي اللي هو اللي انقذ الموقف لفريق بيراميدز. دي طبعا لقطات بقى من الجماهير اللي حضرت المباراه سواء لزاد او لنادي بيراميدز. من المدربين الهايلين مجدي عبد العاطي، يعني مجدي عبد العاطي عامل موسم رائع، تخيل انت بتلعب نهائي كاس مصر البطوله الاعرق
في تاريخ مصر في الكرة. دي شادي حسين دي يعني برضو معمولة حلوة قوي قوي قوي، زي ما بقول لكم كل الفرص اللي ضاعت دي كلها ضاعت في الشوط الأول، ودي واحدة يعني من الأهداف اللي كانت ممكن تبقى حلوة جدا لمصطفى زيكو. عمل ماتش حلو قوي، لعيب كويس قوي، هو منتقل لزاد من حرس الحدود، لعيب هايل هايل. زي ما بقول لكم انك تبقى في سنة أولى في الدوري الممتاز وتلعب فاينل كاس، ما يعني تقدرش تقول هارد لك. وزاد عموما لازم يتقال له هارد لك، يعني عمل ماتش حلو قوي. وزي ما بقول لكم هرجع ولا تاني، خاصة في الشوط الأول، الشوط الثاني الأمور الخبرات وتقل الدكة اللي موجود في بيراميدز هو ده، يمكن هو ده اللي حسم الأمور بشكل كبير جدا. واحدة من الكرات اللي فاتت دي لو دخلت يعني تحرق الدم، كرة طالعة اوت تخبط وكانت رايحة في الزاوية التانية، يعني من الفرص بقول لكم اللي كانت ممكن لو جت جول تحرق الدم بجد يعني. عموما مبروك لبيراميدز، هارد لك لزاد، وخلينا نشوف اللي جاي في الفترة اللي جاية. هيبقى بقى السوبر خلاص زي ما قلت لكم، تحدد ثلاث أطراف، باقي الطرف الرابع وهو اللي هتحدده اللجنة المنظمة للسوبر المصري اللي هيتلعب في الإمارات إن شاء الله. موقف تاو، تاو النهاردة يعني صحيدة تاو وعرض جيله وباتنين ونص والأهلي لأ قال لأ تلاتة كلام كتير جدا، وبعد كده اتقال ان تاو هيطلع يعمل حوار في احدى الاذاعات في جنوب افريقيا. فعلا هو طلع وعمل هذا الحوار في الاذاعه بجنوب افريقيا، لكن زي ما اكدنا هنا في الهدف وقلتها لحضراتكم وقلتها مع زمايلي الصحفيين في الفقرات الاخبار، ان معلومات يعني معلوماتي حتى اللحظه دي ان تاو باقي، ان تاو باقي. سيبكم من الكلام اللي بيتقال ان في عروض وفي عرض وفي 2.5 مليون ولا الاهلي عايز الكلام ده، مفيش الكلام ده. تاو قاعد، وتاو انت بتتكلم في 1,400,000، يعني انت بتتكلم في 1,400,000، مش هيسيبها يعني مش هيفرط فيها. في الاول وفي الاخر كولر قالها بدل المره اتنين، هو ما عندوش مشكلة فنية مع تاو، مشكلته مع تاو في لوية بوزو بوضوح، بيلوي بوزو كتير، هو ما بيحبش اللعيب اللي بيغضب، اللعيب اللي لما ما يلاقيش نفسه موجود يروح لوي بوزو، الحركة دي بتخلي كولر يقفل منه، وحصلت أكتر من مرة هذا الموسم، وقعد على الدكة كتير وطلع بره السكور كتير بسبب الحركات بتاعته دي. لكن عشان كده كولر كان قال لك كان منفتح على ان هو لو في عرض مع السلامه مفيش مشكله، ما كانش عنده اي غضاضه او ما كانش هيبقى زعلان كولر لو تاو مشي. تاو اكد النهارده في حواره قال لك لا توجد اي اتصالات مع اي فريق في جنوب افريقيا، الكلام اللي اتقال على كايزر شيفز او اي فريق في مكان اخر، كل هذه اشاعات وانا اعتدت عليها. اكدت اكثر من مره ده بيرسي تاو انني باقي مع النادي الاهلي، وعدم وجود ممانعه من مارسيل كولر المدير الفني على بقائي مع الفريق. وقال في برضو حواره النهارده قال ان موضوع ان كولر اعترض اكثر من مره على حاله الغضب التي تنتابني في لحظات الاستبدال او عدم الوجود في قائمه الفريق الاساسيه، قال ان هذا كل هذه اشاعات هو تاو اللي بيقول، وقال ان انا ما وصلنيش اي عروض لا سعوديه ولا عروض جنوب افريقيه ولا من اي بلد عربيه. بيرمي على ايه؟ بيرمي على الوداد المغربي، قال لك لا عروض سعوديه ولا عروض جنوب افريقيه ولا مغربيه بخصوص الوداد. زي ما بقول لكم هو قاعد مش هيتحرك غير لو في حاجه جات له عاليه في السعر، لو جاله 2 مليون دولار ليه هو في الحاله دي هيتحرك طبعا،
هو نفسه يقول لك لا انا عايز امشي، 3 مليون دولار هيقول لك عايز امشي مش هقعد. لكن طول ما اللي جاي له في النادي الاهلي واللي داخله من النادي الاهلي اعلى، لا طبعا عمره ما هيمشي. بس انا عايز اقول حاجه، يا ليه الناس محسساني ان تاو ما عندوش فكره؟ يعني انا حاسس كده من الناس على السوشيال ميديا والكلام الكتير على تاو ان تاو لعيب ما عندوش فكره، او تاو عالى على النادي الاهلي، او تاو لعيب مش مفيد للنادي الاهلي. تاو لما بيبقى في حالته ومركز بيبقى هايل. لازم افكرك ان حضراتكم ممكن يكون يعني البعض بينسى، لما كان موسيماني موجود هو مين اللي جاب تاو؟ ما هو موسيماني. طول فتره موسيماني اصابات طويله المدى بالاربع والخمس شهور، ولما بيلعب كان بيلعبه فرود، وكان الاهلي لم يستفد من تاو ده بشيء خالص. مين اللي ظهر تاو؟ مين اللي نور تاو؟ كولر. كولر هو اللي لعبه على الطرف، موسيماني كان بيلعبه فرود، الراجل طلعه على الطرف وخلاه اشتغل وبقى منتج وبقى هداف وبقى لعيب كويس جدا وبيعمل اسيست لزمايله. فما تتخيلش ان كولر يعني لو قعد هيبقى يعني كولر هو اللي هيلوي بهوزه، لا طبعا. وكولر هو اللي نور تاو. تاو كان قبل كده، اتحدى لو كان في واحد في جمهور الاهلي كان شايف ان تاو ده لعيب كويس. فصدقوني يعني الموضوع الناس تهدى شويه في موضوع تاو، لان الاحساس عموما كده اللي انا شايفه ان الناس وصلت لمرحله عشان الناس عايزه بين رمضان فيقول لك لا يبقى تاو ما عندوش فكره. لا 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 خالص خالص، لو ركز ولعب واشتغل مع الراجل واظهر له امكانياته اللي ظهرها له قبل كده في وصوله كولر وتوليه قياده النادي الاهلي، اعتقد ان الاهلي هيستفيد من تاو كتير جدا جدا هذا الموسم في البطولات عموما بقى اللي هيشارك فيها النادي الاهلي. لكن انا شايف انها يعني حته اوفر شويه كده عشان الناس عايزه بين رمضان. الناس ما وراهاش غير بين رمضان، بين رمضان وبس. لو بين رمضان جه الجمهور مش عايز حاجه تاني خلاص، ولا في يناير ولا فبراير ولا اي حاجه تاني. اهم حاجه بين رمضان يتعمل له التيك تاك، هو ده اللي منتظر جمهور النادي الاهلي بقى، على حساب تاو على حساب اي حد، بس يجي محمد علي بن رمضان. وهي صفقه على فكره من الصفقات اللي مش سهله، هي صفقه مش سهله، اقتربت كثيرا وبعدت كثيرا ورايحه جايه. احنا وصلنا لغايه دلوقتي لمرحله خلاص، هي قصه في الاول وفي الاخر قصه بن رمضان هي ايه؟ فلوس. النادي المجري شايف احتياج النادي الاهلي واحتياج المدير الفني وبيتابعه طبعا المدير الفني كولر لبن رمضان، فعشان كده عايزين الفلوس وعايزين كل شويه يزودوا، طب نتفاوض تقل شويه تزيد شويه وهكذا. يعني خلينا نرحب لواحد من نجوم نادي بيراميدز والفائز ببطوله الكاس، دودو الجباس. مساء الخير يا كابتن ومبروك. يا نور يا كابتن، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. دودو، بطوله مهمه لبيراميدز من منذ التاسيس، هي اول بطوله يفوز بيها بيراميدز، كانت اعتقد بالنسبه لكم مهمه جدا، وبالنسبه لواحد زي دودو الجباس من الناس اللي بدات المشوار مع بيراميدز. بالظبط بالظبط، ده تقريبا خامس فاينل ليا في النادي. احنا لعبنا بطولتين كاف قبل كده خسرناهم فاينل، خسرنا قبل كده الكونفدراليه. دودو، طيب هو الخط قطع. طيب ده بالنسبه لتاو زي ما اتكلمت مع حضراتكم. خليني بقى اروح للزمالك، رسميا رفع ايقاف القيد عن نادي الزمالك بشكل نهائي بعد ما الزمالك سدد مستحقات الاثنين المساعدين لفيريرا المدير الفني البرتغالي السابق، لاندريا اوليفيرا ودانيال جونزاليس الاثنين المساعدين لفيريرا. نادي الزمالك ارسل لهم فلوسهم وبعت للفيفا المخلصات بتاعتهم، وايضا دفع نادي الزمالك القسط الاخير في الغرامه بتاعه اتشيمبونج، وبالتالي كده الزمالك قفل صفحه من الغرامات. والقادم للزمالك بقى هو اللي الجمهور مستنيه، هو الصفقات. الزمالك جمهور الزمالك عايز صفقات، عايز تدعيمات. حصل صفقه واحده خالص اللي هي بتاعه بنتايك، هي دي اللي حصلت، اللاعب المغربي الباك ليفت، ودي اللي تم الاعلان عنها. كريم البركاوي الصفقة فشلت بشكل غريب جدا، وامبارح كان معايا
عزيز الشافعي الوكيل لكريم البركاوي، وشرح الظروف كلها، ظروف مرض والده وانه لازم يبقى جنب والده والكلام ده كله. ارجع لدودو الجباس مره تانية. يا دودو كابتن معلش احنا يا نجم انت فين؟ احنا على الطريق راجعين على الطريق. عشان كده بس عايز اقول لك زي ما كنا بنتكلم انا وانت قبل الخط ما يقطع، ان زي ما بقول لك دي بطوله، وبطوله مهمه للبيراميدز لانها دي الاولى، وبالذات تفرق معاك انت. بقول لك انت واحد من الناس اللي موجودين من الاول خالص، من بدايه تاسيس النادي. طبعا الحمد لله طبعا على يعني بطوله غاليه جدا جت لنا بعد تعب كابتن. احنا بقى الحمد لله سنين، احنا الحمد لله بننافس في كل البطولات الحمد لله اللي بنلعب عليها. انت عارف يا كابتن المنافسه دي مش سهله طبعا، ان احنا ما خدناش بطوله لحد دلوقتي لحد النهارده، يعني حاجه مش احسن حاجه طبعا، لكن احنا عارفين ان احنا كل سنه بنبني وبننجح. بقى لنا 3 سنين تاني الدوري، 2 فاينل كاس قبل كده غير ده، فاينل كونفدراليه، سوبر مرتين او ثلاثه، يعني ده كله مش سهل، ده كله مش سهل. النادي لسه بيتكون بقاله 5 سنين، نادي مش جماهيري، لكن الحمد لله اعتقد ان السيزون ده يعني جمهور الكوره كله في مصر كان شايف ان السيزون ده والفرقه دي تستحق يعني ان هي تاخد بطوله. تمام، هسالك سؤال. يعني انت بتقول لي ان احنا منذ التاسيس والفرقه انتوا اقوى سكواد في مصر كلعيبه، اقوى سكواد في مصر، لكن مش عارفين تاخدوا بطوله. هي دي نقطه، وهو ده سبب استغراب الناس. النقطة يا كابتن عندك حق طبعا في اللي حضرتك بتقوله، بس في فرق بين ان انت مش عارف تاخد بطولة يعني مش بتوصل، وفي فرق ان انت مش بتوصل اصلا او مش بتنافس او مش محطوط في الهيكل. اقوى سكواد طبعا، اقوى سكواد طبعا زي ما حضرتك بتقول دي حاجة كويسة جدا، لكن عشان تبني اقوى فرقة دي محتاجة وقت. لما تبقى اقوى نادي كل ده محتاج وقت. طبعا في عوامل بره ايدينا، يعني احنا في الاخر نادي مش جماهيري طبعا. النادي حضرتك بتشوف باريس سان جيرمان، بتشوف قعد سنين على ما يبني مش عارف ياخد شامبيونز ليج. ان انت تبني اقوى فرقه دي هي دي اللي محتاجه وقت، مش مجرد ان احنا زي ما حضرتك بتقول اقوى سكواد. هي بروسيجر، هي وقت، هي مراحل. في الاول كنا بنلعب كونفدراليه وثالث الدوري، بقينا تاني الدوري وبنلعب دوري ابطال افريقيا. بقينا 3 سنين بنلعب دوري ابطال افريقيا. السنه دي بتنافس ند بند لاخر وقت مع اقوى فرقه، اقوى نادي في مصر. كل ده مش حاجه سهله خالص. طبعا زي ما حضرتك بتقول اللمسه الاخيره او اللي هي النهايه اللي هي بتاعه الكاس دي ما كناش يعني بنتوفق فيها، لكن اعتقد ان السنه دي ان بعد ما الدوري يعني يروح مننا وبطوله الكاس ما تبقاش هتتلعب وترجع تتلعب بالشكل ده، اعتقد يعني دي علامه ان يعني ان احنا نستحق، والحمد لله احنا كنا حاسين بكده، والحمد لله ان ربنا يعني وفقنا وقدرنا ان احنا اخر يوم في السيزون نفنشه ببطوله الحمد لله. دودو عايز اعرف ايه سبب قله مشاركتك دي، لازم اعرفها منك ودلوقتي وبصراحه. بص يا كابتن انا الحمد لله يعني انا خلاص انا مش دودو اللي عنده 25 26 سنه، انا دودو اللي دلوقتي اللي عنده 35 36 سنه. عجزت يعني؟ اعتقد ما عجزتش يا دودو. تاني على الطريق. نادي ما يكون انا رقم واحد، لا انا بلعب في بيراميدز الحمد لله بنافس كل البطولات، بنافس 2 3 في مكاني. الحمد لله من الناس اللي بعرف اشوف شغلها كويس قوي وعارف دوري ايه. وانا الحمد لله مبسوط جدا ان انا في التوقيت ده وفي السن ده، وان انا قادر الحمد لله ان انا انافس اللعيبه اللي في مكاني، وان انا بقى عارف نادي زي بيراميدز بينافس على كل البطولات. في الاخر المشاركه دي بتاعت دودو. انت مكمل يا دودو مع بيراميدز ولا انت بتفكر في ايه الموسم اللي جاي؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله اكمل السنه الجايه، ويعني ان شاء الله يبقى في اخبار كويسه قريب. اخبار كويسه زي ايه؟ بالنسبه لي انا يعني شخصيا. ايوه ما انا فاهم، زي ايه؟ انا عادي خلص في النادي، ف يعني ان شاء الله يبقى في اخبار كويسه حته ثانيه. طب في مصر؟ هقول لك قريب، هقول لك اول ما يعني ما تحصل حاجه. طب اقول لك انت رايح فين ولا بلاش؟ لا ما تقوليش. طيب بالتوفيق، اتمنى لك التوفيق يا دودو، اشكرك، مبروك. ربنا يخليك. دودو الجباس كان معانا من راجعين في الطريق،
زي ما انتم شايفين الصوت عمال يروح ويجي، لكن من اللعيبه اللي كانت بدايتها قويه جدا في الكوره عموما في المصري، وطلع بره فتره واشتغل في ليرز واشتغل في انديه كتير وكده، لكن زي ما قلت لحضرتك هو فعلا بقاله فتره هو يعني بعيد شويه. بايلي لما جه صعب بصراحه، صعب. الفيرود هايل، الفيرود كويس جدا 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 مع نادي بيراميدز. عايز اروح لابراهيم عادل بقى. النهارده صحينا الصبح كلنا على حسبي الله ونعم الوكيل. خير يا ابراهيم عادل؟ في ايه؟ ابراهيم عادل والقصه اللي حكيتها لكم امبارح مع ختافي والكلام ده كله، وكان في شروط في العرض مش لطيفه، يعني ما تلقش باللعيب، انت تبقى رايح كده مش بشكل حلو، مش بشكل انت رافع راسك. نادي بيراميدز رفض الكلام كله، حتى ختافي راحوا مغيرين العرض، زودوا له 350,000 يورو، برضه بيراميدز قال لا ارجع فورا. فواضح ان الامور ليست على ما يرام، او الامور ما مشيتش ما بين ختافي وما بين بيراميدز، فالمين اللي اتضر هو ابراهيم عادل. فابراهيم عادل راح كتب حسبي الله ونعم الوكيل، ان يعني قصده ان الفرصه ضاعت، ان هو يبقى مطلوب في نادي بيلعب في الليغا في الدوري الاسباني وما تكملش. مش عارف هو بيقصد بيها مين، اكيد هو بيقصد بيها حد اللي بوظ له الصفقه، يعني مين بقى اللي بوظ له الصفقه. فدي اللي احنا كلنا تابعناها مع ابراهيم عادل، كلام كتير واتقال، وبالطريقه دي انت ممكن يبقى في لعيب يجرى له ازمه او تحصل له مشكله واحنا ما اتقرصنا قبل كده. ما هو برضو الامور مش بتقاس بهذا الشكل او بهذه العاطفه. مش معنى كده انا بقول ان نادي بيراميدز صح او ابراهيم عادل هو اللي صح، لا، لازم الامور يبقى فيها عقلانيه وفي اتفاق ما بين اللعيب والنادي بتاعه. احنا بنفكر في كذا، احنا هيبقى الحدود اللي احنا هنتكلم فيها كذا، بيبقى في اتفاق. لكن ما ينفعش ان الامور تبقى فيها عشوائيه ونرجع نقول اصل هيحصل، ممكن تحصل الامور دي مره تانية. لا خالص مش كده، هو المواضيع كلها فيها نظام وفيها تبادل ما بين النادي واللعيب، بيتم الاتفاق على حاجه معينه، فاللعيب يروح بقى يسافر يعمل الكشف الطبي ومش عارف ايه، وبيطلع وبيجي مندوب للتفاوض. هو ده السيستم اللي بنشوفه في الدنيا كلها، لكن مفيش حاجه اسمها لعيب بيسافر لوحده كده ويروح للنادي يعمل الكشف الطبي وهي الاداره من هنا قافله الطريق خالص. والكلام اللي جاي والعرض اللي جاي عرض بالنسبه للاداره، مش عرض يعني بقيمه ابراهيم عادل. بصراحه ابراهيم عادل لعيب كبير، ابراهيم عادل لعيب كبير، يعني من احسن اللعيبه دلوقتي اللي موجوده، واللي لو راحت اوروبا انا بقول لكم زيه زي منعم. لو راح اوروبا دلوقتي هيبقى حاجه كويسه جدا. وانت بتتخيل يعني ايه ان انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم في حياتك احتراف راح تلعب في الليغا، راح تلعب برشلونه وراح تلعب ريال مدريد وتلعب اتلتيكو مدريد، تلعب اتلتيك بلباو، وتخش مع فرق رهيبه جدا. شوف انت الخبرات اللي هتاخدها والتقل واللعب والشهره وحاجات كتيره جدا. فالامور مش يعني مش بتمشي بعشوائيه، يعني مش بتمشي بعشوائيه، لازم يبقى فيها شيء من النظام والانضباط، اتفاق ما بين اللعيب والنادي بتاعه، وبعدين بيتم بقى التفاوض. لكن العمليات كل واحد يعمل حاجه، لا مش خالص، ما ينفعش تمشي كده، ما ينفعش تمشي كده. وعموما هو للاسف الشديد ان القيد قفل في اسبانيا، للاسف الشديد كمان، يعني دي اتقفلت خالص، موضوع ختافي ده اتقفل تماما. يعني نروح لمصطفى محمد. مصطفى جاب جول يتدرس معنا، انت ضربة رأس من حاجاته الجميلة اللي بيعملها، جول رائع رائع رائع. يعني هو عليه، هو كهيدرز من اللعيبة الرائعة كده في حتة الهيدرز كده، بيفكرني بكابتن جمال عبد الحميد، اللعيبة اللي كانت بتلعب بدماغها دي وهي مغمضة، رائع جدا. المهم هو معاه عرضين، قلت لكم قبل كده، واحد من ليستر سيتي وده بريمير ليج لسه صاعد حديثا، طبعا ده بطل الدوري الانجليزي، ده محدش ينسى الكلام ده 2016. وعرض تاني من ليجانس الاسباني، يعني ليجانس ده نادي ضعيف بيني وبينكم، يعني هو لو فضل في نانت يبقى احسن طبعا، لكن عرض ليستر سيتي ده مهم جدا. اللي واخد اهتمامات مصطفى محمد وتفكير مصطفى محمد هو عرض ليستر سيتي، هو ده التارجت اللي شغال عليه، وحقه حقه انه يروح. تخيل انت هيلعب مع جيمي فاردي اللي هو المخضرم المهاجم الرائع الكبير جدا في الدوري الانجليزي، هيلعب مع جيمي فاردي يكتسب منه خبرات وشغل كبير جدا. فبالتالي مصطفى محمد
بيحاول في عرض ليستر سيتي مع وكيله طبعا، لان هو زي ما قلت لحضراتكم جاله عرض سعودي ورفضه، جاله عرض سعودي ورفضه، وبالتالي هو من اللعيبه اللي هو زي ما بقول لكم هو عنده طموح ان هو يروح البريمير ليج، وممكن تبقى خطوه ان لو راح ليستر سيتي تبقى بدايه لحاجه تانية حلوه وحاجه تانية كويسه جدا. اروح لتريزيجيه، على فكره هو موجود في السكواد بتاع نانت في ماتش بكره او ماتش النهارده بقى خلاص هو موجود في السكواد مصطفى محمد. تريزيجيه نجم النادي الترابزون التركي تلقى عرض سعودي للرحيل عن النادي لنادي من نادي الفتح، وفي صحيفة تركية اسمها صباه سبور قالت ان العرض قيمته 5 مليون دولار، انه بينكم قليلين على تريزيجيه. تريزيجيه لعيب كبير قوي قوي، ومن اللعيبه اللي مش واخده حقها اعلاميا، ومش واخده حقها لان لعيب رائع بيلعب بكل يعني ما بيوفرش نقطة عرق. شوفوا ماتشاته مع منتخب مصر وأداؤه مع منتخب مصر عامل ازاي، اللعيبة اللي بتموت نفسها في الملعب. فتريزيجيه انا شايف ان هو من اللعيبة اللي تستاهل طبعا مبالغ اكتر من كده، لكن طبعا النادي التركي هيدرس العرض اللي جاي له من نادي الفتح السعودي. مرموش نادي انترخت فرانكفورت بيقول ان قيمة العرض اللي جه لنادي انترخت فرانكفورت بخصوص عمر مرموش من نادي نوتنغهام الانجليزي، لا احنا قيمه مرموش عندنا اكبر من كده، هو جاي في 20 مليون يورو. 20 مليون يورو نادي انترخت فرانكفورت النهارده قالوا ان قيمه مرموش عندنا اكبر من كده، وقالوا هو لعيب بيحظى باهتمامات كبيره جدا داخل النادي، يعني هو متمسكين بيه جدا، فشايفين ان هم ال 20 مليون يورو دي شايفين ان هي دي مش قيمه عمر مرموش، واحد من اللعيبه الهايله بصراحه. اما بلال المظهر بقى لاعب منتخبنا الاولمبي اللي شفناه في اولمبياد باريس، تلقى عرض من نادي كومو الايطالي. نادي كومو الايطالي ده صاعد للدوري الايطالي كاليتشو هذا الموسم، وهو كان خلاص عقده انتهى مع باناثينياكوس اليوناني، لكن في كلام عن نادي كومو تراجع عن الصفقة، لكن في بعض الأندية المصرية بدأت تبص له، بعض الأندية المصرية بدأت تبص لبلال مظهر، وكنت أتمنى أنه يكمل، مش عايزين حد محترف يرجع، عايزين يبقى عندنا كده 20-30 لعيب في أوروبا، عايزين مديرنا الفني كابتن حسام حسن وهو قاعد بيعمل القايمة يبقى قاعد محتار ما بين اللعيبة المتألقة هنا في مصر واللعيبة اللي مكسرة الدنيا في أوروبا، نفسنا في ده. يبقى انت عندك قوام منتخب غير طبيعي، غير انا يعني وليد الركراكي لما بيقعد يحط قائمه المغرب انا بقول لكم قان الله في عونه، لعيبه في كل انديه اوروبا كلها مكسره الدنيا واللعيبه اللي متالقه هنا في مصر عنده حيره ياخد مين ولا مين ولا مين ولا مين. نفسنا نوصل للمرحله دي، ما نوصلش لان احنا عندنا حوالي 23 لعيب مصري وسبعه محترفين في الخارج، بس هم دول نبعت للسبعه المحترفين بيجوا في الأجندة الدولية واللعيبة المحلية بتاعتنا. أنا مش بقلل من اللعيبة المحلية عشان بس ما الناس ما تاخدش كلامي غلط، نفسي يبقى عندنا احنا بنستدعي 15 محترف بخبرات بقى بتقلب نجومية بكل حاجة بجانب اللعيبة اللي هنا. فده نفسنا يبقى دي مصر أو ده منتخب مصر في السنين اللي جاية دي. فخلونا نشوف يا رب الفكر كمان الأندية يتغير، حط يا بلاش انك تحط أرقام خيالية وانت لسه في بداية ان انت تغزو أوروبا، يعني انت كلاعب مصري في بداياتك انك تغزو أوروبا او يبقى ليك اسم في أوروبا. شوف احنا فرحانين قد ايه بمنعم، طالع امبارح يقول لك نيسا نيسا كأنه مولود هناك يعني شوف احنا فرحانين بمنعم قد ايه، شوفوا كنا هنبقى فرحانين بإبراهيم عادل قد ايه، ودي لعيبة جامدة جدا والله لو راحت اوروبا وخدت فرصه وتعلموا لغه واندمجوا وما زهقوش وما تعبوش قوي في الاول في التعامل، يعني لكن هو لازم يتعب عشان يبقى حاجه في التعامل وفي النطق والتعرف على اللعيبه ويندمجوا جوه الفرق بتاعتهم، والله العظيم هيكسروا الدنيا يبقوا حاجه جامده جدا. هو صلاح بقى كده ازاي؟ ما صلاح تعب وشقي وشاف اللي ما حد شافه، بس هو كان عنده هدف، دي يبقى حاجه كبيره وبقى واحد من اعظم لعيبه العالم كله.
فده اللي نفسي. انا واحد من الناس انا صعبان عليا تريزيجيه. تريزيجيه ده مكانه في الدوري الانجليزي والله، بس عايز فرصه، عايز كده حد يعرف يسوقه. ده رايي في تريزيجيه. تريزيجيه لعيب كبير جدا، وعندنا لعيبه هنا في مصر موجوده دلوقتي لو خدت فرصه. لا اطلع. ما نروح بقى للبيان الختامي لمهرجان العالمين الجديده. اللجنه العليا المنظمه لمهرجان العالمين الجديده 2024 بتعلن عن انتهاء النسخه الثانيه من المهرجان الاكبر في مصر والشرق الاوسط بمدينه العالمين الجديده، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح المهرجان بشكل غير مسبوق في تحقيق أفضل خدمة نوعية وتثقيفية سياسية تنموية ومجتمعية للدولة المصرية وأبنائها، وذلك بتنفيذ عدد غير مسبوق من الفعاليات الشاملة ومشاركة جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته العمرية والصحية والاقتصادية والتعليمية، واستقبال زوار من 104 جنسية لدول أجنبية، وكذلك عدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأجانب بعدد قياسي من ساعات العمل المستمرة، حيث استغرقت الأعمال التحضيرية والتجهيزية أشهر طويلة من العمل الشاق لضمان أعلى معايير الجودة والأمان. حتى انطلق المهرجان وتواصلت الفعاليات على مدى 50 يوم تقريبا دون انقطاع منذ الصباح الباكر وحتى منتصف الليل، بمشاركة عدد كبير من المصريين العاملين والمتخصصين والفنيين والشركات والمؤسسات، بتغطية حية على الهواء مباشرة على معظم المنصات الإعلامية والصحفية المرئية والمسموعة والمقروءة ورقيا وإلكترونيا، ومتابعة عدد كبير من وسائل الإعلام والصحافة الإقليمية والدولية، وذلك بعد تحقيق نجاح هائل في الترويج لمصر سياحيا وتنمويا وارتفاع معدلات المبيعات الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والإقبال السياحي متنوع الجنسيات بالساحل الشمالي والمحافظات المحيطة، محققا كامل الأهداف التي أقيمت هذه النسخة من أجلها. وتتقدم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة بالشكر والتقدير لكل المصريين الذين شاركوا في إنجاح هذا الحدث الضخم، ولرئاسة مجلس الوزراء المصري وكل الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات المعنية والتابعة على التعاون والمؤازرة وتذليل العقبات والمشاركة الإيجابية والدعم الكامل للمهرجان. كما تتقدم بالشكر للشركات الخاصة مقدمة الخدمات والهيئات الراعية وأصحاب الأنشطة الخاصة المشاركين والأيدي العاملة من الشباب المصريين. كما تثمن إدارة المهرجان دور أطقم العمل الإعلامية والصحفية والإبداعية التي ثقلت ونقلت هذا النشاط الكبير لمصر والعالم في أبهى صورة. وتؤكد اللجنة العليا المنظمة للمهرجان والتي تتشكل من الأستاذ عمرو الفقي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة، وقصواء الخلالي مدير مهرجان العالمين الجديدة والتخطيط والمحتوى، والأستاذ عمرو أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، والأستاذ أحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، والأستاذة نشوة جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، والأستاذ فتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم، والأستاذ طارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، والأستاذ علي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، والأستاذ أمجد سلامة المدير المالي والإداري، والأستاذ وائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، والأستاذ محمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، والأستاذ محمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي، والزميل إبراهيم عبد الجواد المتحدث الرسمي باسم مهرجان العالمين الجديدة، ولما جبريل المتحدثة الرسمية باسم المهرجان، والشركات المساهمة في إقامة وتنظيم المهرجان هذا العام. كل هؤلاء يمثلون جميعا الإدارة والتنفيذ الكاملين للمهرجان على تقديم نسبة 60%، وهم
30 ديجريز كليكس ايجيبشن اوت دور بي او دي تذكرتي بي جروب اي تي او يو اس والذين يمثلون جميعا الإدارة التنفيذية الكاملين للمهرجان على تقديم نسبة 60% من أرباح مهرجان العالمين الجديد هذا العام دعما للقضية الفلسطينية وذلك سيرا على نهج الدولة المصرية وقيادتها العظيمة في تبني قضية القضايا وتقديم أفضل ما لدى جمهورية مصر العربية لحماية حق الشعب الفلسطيني التاريخي والإنساني في الحياة وتعرب إدارة المهرجان عن خالص تقديرها وشكرها العميق وامتنانها وعرفانها لمؤسسة الرئاسة المصرية والقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التكليف والتشريف بكل ما يدعم بناء الإنسان المصري وصناعة وعيه داعين الله عز وجل أن يجمعنا والمصريين وقيادتنا الرشيدة على الخير مجددا عام 2025 بأفضل حال حتى نلتقي في النسخة الثالثة من مهرجان كل المصريين مهرجان العالمين الجديدة اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة 30 أغسطس 2024 بإذن الله من نجاح لنجاح انتهى موسم لكن لم ينتهي المهرجان ويبدأ من الغد الإعداد والتجهيز لمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الجديدة بإذن الله 2025 ليستمر الأفضل والأحسن والأجمل في مصر والشرق الأوسط كاملا بإذن الله ودايما هي دي مصر رقم واحد في الصدارة إن شاء الله دايما بإذن الله من نجاح لنجاح في كافة المجالات. طيب نرجع لفقرتنا التانية بعد ما خدنا شوية الأخبار كده نروح بقى للفقرة المختصرة والمهمة جدا تاو بن رمضان في حد تاني ولا إيه اللي حصل كان في اجتماع بين الأهلي وزد هتقولي إيه اللي جاب الأهلي لزد انا هقول لك التفاصيل بس اتقل عليا شويه تعال نشوف العناوين الاول وبعد كده احكي لك بقى بالتفاصيل هبدا بصفقات الاهلي هو لسه في صفقات واجتماع كولر هيجي النهارده الفجر او بعد شويه يعني وبن رمضان والساعي والجلسه المنتظره ومفاجاه حمراء جديده كلها تفاصيل وعناوين مهمه جدا لكن بقى خلينا ندخل في أعماق هذه العناوين بتفاصيلها بأحداثها بكل اللي فيها زميلنا الصحفي عبد الحكيم أبو علم زي ما تعودنا معاه بيضعنا في الصورة للأخبار المختصر المميزة الأهلوية أرحب بيه الأول وأقول لك أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك منور الدنيا الله يكرمك ويعزك ده منور الدنيا النهاردة محمسني جدا عايز أعرف صفقات الأهلي هو لسه في صفقات انا اعرف ان فيه ايه بقى احنا قبل ما نتكلم عن الصفقات الاسبوع اللي عدى كنا احنا اتكلمنا على حاجه على مفاجاه الانتر كونتيننتال وقلنا ان المباراه هيبقى يوم 29 اكتوبر وقلنا الكلام ده بعد احنا ما طلعنا هنا ب 72 ساعه الاتحاد الدولي اعلن الكلام ده والعين اعلن المواعيد دي ان الاهلي هيلعب يوم 29 اكتوبر في القاهره نروح بقى لصفقات النادي الاهلي يلا تعالى نقسم موضوع صفقات النادي الاهلي لجزئين، جزء محمد بن رمضان وعمر الساعي لان دول ملف شويه ناجله كده نخليه على جنب. ماشي ما احنا حاطينه نمره ثلاثه. ونروح لصفقات النادي الاهلي، النادي الاهلي بيفكر ازاي في الميركاتو اللي باقي. على مستوى اللاعبين الاجانب الاهلي كده عنده اربع اجانب، رضا سليم، بيرسي تاو، اشرف داري، ويحيى عطيه الله. علي معلول مش هيقيد قايمه دلوقتي لغايه ما نشوف. ففاضل لاعب واحد. اللاعب الواحد ده دلوقتي في كان كلام على مهاجم محمد علي بن رمضان. القصة دلوقتي في محمد علي بن رمضان لسه معلقة وهنروح لها ايه اللي علقها؟ طب لما نروح لها ماشي ففي قصة الباقي الصفقات الأجنبية الأهلي حاليا حائر في قصة المهاجم لحد اللحظة اللي كان حاجة فيها موضوع المهاجم هنجيب مهاجم ولا مش هنجيب؟ طيب الوضع الحالي طبقا للوضع اللي احنا فيه دلوقتي مفيش مهاجم مهاجم صريح مفيش مهاجم صريح أجنبي لغاية ما بنتكلم دلوقتي لحد واحنا بنتكلم دلوقتي مفيش خلاص مفيش. الموضوع اتعدل مفيش مهاجم أجنبي طب في مكان فاضي
في مكان فاضي، وارد يبقى محمد علي بن رمضان، وارد ما يبقاش فيه. طيب ماشي، لكن الوضع دلوقتي مفيش مهاجم اجنبي. أوكي. طيب الجزء الصفقات المحليه، الصفقات المحليه القصه هترتبط باجتماع سيعقد مع مارسيل كولر بمجرد عودته مع الكابتن محمود الخطيب، وزي ما انا قلت انه جاي الفجر النهارده. جاي بعد شويه. هيعقد اجتماع للموقف النهائي. مارسيل كولر لحد مسافر ما كانش حد لامع في عينه او قدام عينه في الصفقات المحليه الا عمر الساعه فقط لجي. بالظبط. لكن الفتره اللي جايه هيتعرض عليه مجموعه من الاسماء تقريبا بكره الحد، هيبقى في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب هيتعرض عليه الاسماء. حط لنا موقفك عشان نشوف الاسماء اللي هتعرض على مارسيل كولر. محمد اسماعيل ومصطفى زيكو واحمد نادر حواشي. مصطفى زيكو، مصطفى زيكو داخل في ال، هيتعرض لسه على مارسيل كولر. هيتعرض على مارسيل كولر، هو كده عارفه، بس هيتعرض. قول لنا موقفه ايه بالنسبه لك. هو محمد اسماعيل، احمد نادر حواش عرفت ان هو بعيد جدا عن الصوره وفي طريقه ليه بيراميدز. فالاسماء دي هتتعرض، هيبقى يختصروا الاثنين. فده ملف الصفقات اللي فاضل للنادي الاهلي. مفيش اي صفقات النادي الاهلي بيفكر فيها الا الصفقات دي. أوكي. موضوع المهاجم الاجنبي مفيش، الصفقات المحليه هتعرض على مارسيل كولر فيها. وده معناه ان نقفل بقى كلام على كهربا، ما بين كهربا ولو جال عرض ولو ما جالوش عرض، اصل الراجل مش عايزه، اصل الراجل مش عايز ايه. محدش هيقعد ضد رغبه مارسيل كولر في الفرقه. مفيش ولا لاعب من كل اللي موجودين هيرحل من كل السكواد اللي موجود في النادي الاهلي، حتى كريم نيدي الراجل متمسك ببقاء. والله كلام. يعني بص، عنده عروض وهيتم مناقشته، حاجه اقول لك فيها، لكن مارسيل كولر متمسك بكل السكواد اللي موجود. أوكي. حتى كريم الدبيس كان عنده 3 عروض. لا هو رفض خالص، رفض تماما. اصل هو منطقي يا عبد الحكيم، انا ما عنديش احتياطي ليحيى عطيه الله. الاول انت كنت ايه، بتربي على مين؟ على كريم فؤاد، ربنا يشفيه دلوقتي من الصليبي. فانت ما عندكش احتياطي ليحيى عطيه الله، فلازم يبقى عندك لعيب كويس انت عارفه واشتغل معاك ولعب منتخب اولمبي ولعب اولمبياد، فلازم يبقى موجود لعيب. بس كريم الدبيس مثلا هقول لك تفاصيل عرض بالي، مثلا عرض خرفكان الاماراتي ده كان عرض قيمته 600,000 دولار اعاره لمده سنه للنادي الاهلي، اللي هو يوازي اليو ديانج اللي هو رايح الدوري السعودي. يعني ده رقم كبير جدا مقارنه بكريم الدبيس. كمان كريم الدبيس نفسه كان جايله 500,000 دولار في السنه في الاعاره، ده برضه اترفض. وكان عنده عرض برتغالي اترفض، وكان عنده عرض بلجيكي من كورتيركي اترفض. احمد نبيل كوكا لحد اللحظه اللي بكلمك فيها بيحاول، لكن خلاص الراجل ابلغ الموضوع ان القصه اتقفلت، هو في حساباته. فمفيش حد ماشي، حتى مصطفى مخلوف الحارس الرابع الاهلي متمسك ببقائه، كولر متمسك ببقائه لحد دلوقتي. فلا كهربا ماشي، ولا قفشه ماشي، ولا اي حد من التيم. انا بتك على حته كهربا، لان في ناس كده ساعات من الحلو الاخر يروح رميها لك كهربا. الناس بتتاو اللي حضرتك اتكلمت عليه في الانترو، تاو قعد يومين كده مختفي محدش عارف يوصله. فالمهم وصلوا له كده من يومين فكذا، فبيقول لهم انا كانت مشكلتي مع مارسيل كولر، هو شخصا ما كان بيوصل المعلومات بشكل خاطئ، فده اللي كان عمل الضغينه. كان انا ما عنديش مشكله شخصيه مع شخصين، ما هو مشي يا عم تاو. ارجع لنا بقى زي ما كنت. هو متمسك بالبقاء، متمسك. انا حته تاو والله يا عبد الحكيم اللي بتكلم فيها، ان لاحظ، انا ملاحظ من لهجه الناس ان تاو ما عندوش فكره، او تاو ده عالي على الفرقه. لا يا جماعه، انتوا بتنسوا ده لعيب كويس جدا، وكولر هو اللي نوره. مزبوط. هو ما كانش متشاف خالص، وكان الاصابه الواحده بتقعد بالاربع والخمس شهور ايام موسيماني، والغريب ان كان موسيماني اللي جايبه ومش عارف يوظفه، كولر هو اللي نوره. وبرضه في نقطه مهمه جدا في تاو، مارسيل كولر عشان يطلعه لازم يكون له حد بديل. طبعا. طب هتجيب مين بديل اجنحه على مستوى الدوري المصري؟ عشان نبقى صراحة مفيش قوي حد منور على مستوى الاجانب، هتتعب عشان تجيب وهتدفع ارقام كبيره جدا. فكل القصه بتؤدي، كل الطرق بتؤدي الى بقاء تاو، بيرسي تاو، الا اذا جت حاجه بقى بوم. حتى لو جت بوم مين البديل؟ يعني اللعيب هيستفيد والنادي هيستفيد مثلا. اجيب مين؟ بص خليك تملي، نحط نفسنا في المقعد الفاضي بتاع مارسيل كولر. بس انا اكدت في الانترو ان مفيش نيوم، ده الكلام ده كان لا 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 لا، مفيش يعني اي عرض. مفيش الكلام ده. بس خليك في المقعد الفاضي بتاع مارسيل كولر. هجيب مين؟ انا احمد عبد القادر من عندي مشي. عبد القادر كجناح. طب مين البديل ليه؟ مفيش حد، الا هتجيب لحد مكانه اجنبي، وانت شايف الوضع دلوقتي تبقى قصه ثانيه. طبعا هتحتاج تدفع فلوس. طيب اجتماع كولر، وايه اللي هيحصل في الاجتماع النهارده بينه وبين كابتن بيبو بقى؟ الاجتماع ممكن يبقى الحد، مش السبت، اللي مارسيل كولر هيوصل يعني في ساعه مبكره. الاجتماع هيتطور لجزئين. الجزء الاول هقول لك بس الصفقات المحليه هيعرضوها عليه وهو يختار منها، يشوف المناسب للنادي الاهلي. في كان اجتماع مع مسؤول زد كان مقرر ليه الاسبوع الماضي. ايه بقى الاجتماع ده بقى؟ الاجتماع ده كان المفروض الاسبوع اللي معدى اتاجل لسببين، هيعقد خلال 72 ساعه. السبب الاول ان زد كان مرتبط بمباراه كاس مصر. طب ومحتاج التركيز فيها. النقطه الثانيه، مارسيل كولر ما كانش موجود اداره النادي الاهلي، قالت لهم لما يرجع كولر نعرض عليه الامر ونشوف الموقف بالنسبه له. الاجتماع بتاع مارسيل كولر والكابتن الخطيب هيتعرض عليه اسماء معينه بزد. زد
التملي بيتكلم كده الاولويه للنادي الاهلي في اللعيبه اللي هو عايزها. برضه النادي الاهلي اصله مقدم السبت. مظبوط. يعني الاهلي قدم السبت بصراحه يعني. وهم بصراحه واي نادي يعني وده كلمه حق بيرتاح جدا للتعامل مع النادي الاهلي في اسلوب الصفقات واسلوب الفلوس طبعًا. وانك بتدي فلوس في مواعيدها. في التزام. في التزام. في التزام. فالنادي فزد كان في اثنين لعيبه مصطفى زيكو ومحمد اسماعيل. الاهلي كان طب استنوا شويه زد يا جماعه احنا جاي لنا عروض لمحمد اسماعيل ومن الزمالك تحديدا هو بالاسم طبعا. مصطفى زيكو جاي من بيراميدز ومن الزمالك قولوا لنا الموقف بالنسبه له ده ما يرجع كولر فاول حاجه هتتعرض على مارسيل كولر موقف محمد اسماعيل وموقف مصطفى زيكو طبعا. الحاجه الثانيه هتتعرض على مارسيل كولر مجموعه اللاعبين الشباب مواليد 2003 اللي انت لازم بعد بكره وتبص بعد بكره تحديدا لازم تختارهم كتابيا ان انتوا يا جماعه خلاص لان انت لو ما اخترتهمش بعد بكره هيضطروا بعد كده ان انت تبقى ملزم تدفع لهم بقى قيمه عقدهم لازم تختارهم باختار بعلم الوصول بعد بكره فهيتعرض عليه الاسماء فرقه اللي فاضلين من 23 حوالي 15 لاعب ما علمته ان في اربع اسماء بس هم اللي هيقعدوا اللي هيكونوا موجودين في المعسكر مع مارسيل كولر هيختار منهم واحد مصطفى ابو الخير اثنين احمد طعيمه اسلام الاسلام ده باك ليفت ظهير ايسر اسلام اللاعب الرابع سمير محمد المهاجم اللي كان اسلام عبد الله اسلام عبد الله واحمد طعيمه ومصطفى ابو الخير وسمير محمد اللي كان هداف بطوله الجمهوريه دول الاربعه اللي هيقعدوا تمام دول الاربعه اللي هيقعدوا هيشوف منهم على اساس ان انت هيبقى عندك متاح لك لعيب خمسه تحت السن 2003 عندك مصطفى مخلوف وكريم الديبيسه دي اثنين ولو جه عمر الساعي يبقى ثلاثه هيتبقى لك اثنين هتاخد اثنين من الاربعه دول باقي فرقه 2003 كلها هيتم التعامل معاها يتم تسويقها او توجيه لها الشكر وفسخ العقد والدين طبعا. فدي جزء تاني هيتعرض على مارسيل كولر كمان هيتعرض على مارسيل كولر العروض اللي زد طالب كريم نيدفيد زد طالب طاهر محمد طاهر طبعا طاهر محمد طاهر مرفوض تمام بالنسبه لمارسيل كولر الكلام هيبقى على كريم نيدفيد ليه مرفوض لان برضه مشكله الاجنحه مرفوض يمشي مرفوض انه يمشي ايوه ده اللي بقى عشان الناس تفهم بس معانا صح مرفوض يمشي زد طالب برضه طاهر محمد طاهر طاهر مرفوض تماما من كولر انا ما عندوش عنده مشكله في الاجنحه فهيتم الكلام مع كريم في اخر كلام بالنسبه لك انت قلت لنا مش عايز تسيب حد الموقف بالنسبه لك وهتعرض عليه بقى كمان العروض اللي تخص مثلا مصطفى مخلوق هو بيني وبينك لازم عشان دي تفاصيل موسم خلاص هو يبقى المفروض يبدا فتره اعداد فياخد فرقته ويبقى جاهز وعارف مظبوط الدنيا ماشيه ازاي فدي الاجتماع على فكره اول تمرين يوم الاثنين مش يوم الاحد عشان الناس كده بتخلط اللي هو 2/9 اللي هو يوم الاثنين اللي جاي 2/9 اول تدريب للفريق الاول بين رمضان والساعي الكلام انتشر بعد شويه حتى في ناس كده عماله تبعت لي على تويتر كده وتقول لي الساعي ومش الساعي الساعي ويعني بتديني كلمتين في جنابي يعني المهم الساعي وبين رمضان خلينا ابدا بواحده واحده بين رمضان احنا وصلنا كنا مره بنتكلم انا وانت هنا في البرنامج وعلى الهواء قدام الناس قلت لي وصلنا ل 80-20 80 يجي 20 ما يجيش احنا النهارده وصلنا لكام هقول لحضرتك على حاجه قبل ما اقول لك البتاع دي ودي حته مهمه جدا على فكره وانا حته انا واثق من ان انا بقولها 100% يلا لازم الناس تعرف ان الكلمه هنا في مصر بقت محسوبه طبعا وانا مش عايز اعمم لان التعميم في الاساس مرفوض طبعا. في قطاع صغير جدا على السوشيال ميديا ممكن تعمل حاله تؤثر نوعا ما على النادي الثاني بعد ما النادي الثاني كان مرن وعلى فكره مش النادي لوحده دكتور خالد الجواد على وجه التحديد انا بقول بالاسم طلع في احدى لقاءات التلفزيون وقال لك ان محمد علي بن رمضان هي القطعه الناقصه في تشكيله وعقل وتفكير مارسيل كولر اوعى تفتكر ان احنا عايشين في معزل عن الحال لا 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 كل كلمه دلوقتي بتروح الكلام ده لما اترجم راح النادي النادي تيقن 100% ماشي عدد قليل جدا قطاع قليل جدا مع تصريحات خالد الجوادي خلت النادي بعد ما كان مرن شويه ان يعمل لك طبعا وعارف احتياجك ليه عارف ان انت بقت صفقه جماهيريه عارف احتياجك ليه وعارف الجماهير بتقول ايه لما يعني بيشوفوا السوشيال ميديا مظبوط وعارف هو النادي المدير الفني محتاجه قد ايه كمان وكمان لما يطلع المترجم بتاع المدير الفني يقول لك ده القطعه ناقصه خلاص هو عارف بعد ما كان مرن معاك ان يعمل ست شهور دلوقتي بيتكلم على انا عايز فلوسي كاش بكبيره كبيره معاك وانا اتفرجت على الاستاذ ارهام ان انا شهر واحد القسط الثاني واحد في يناير 1.4 دلوقتي بالنسبه للاهلي تبقى صفقه مجهده ماديا جدا طبعا الاهلي ليه نظامه الاهلي عايز في شهر 6 وغير كده برضو الرقم لما تدفع 2600 او 2.5 مليون يورو بجانب الاوبشن الثانيين في اربع شهور حاجه مبالغ فيها جدا نقطه ثانيه معلش انا هعطلك فيها اذا كان لاعب النادي الاهلي كان زمان كان الميزه اللي عنده اللاعب لازم يجي يبقى فاهم ان هو لازم يقدم 7 أضعاف اللي عنده عشان ينول حب جماهير النادي الاهلي وينول انت دلوقتي جايب اللاعب نجم جايب اللاعب جاي شبعان حب جماهير الاهلي من قبل ما يجي مش ممكن طب اللاعب هيجي يعمل ايه؟ خد بال حضرتك اللي بقول لك عليه ده موجود جوه كلام انا كلاعب لازم اجي كنت ابو تريكه في عز مجده محمد بركات
محمد بركات جاي من عربة قطر ومكسر الدنيا، جه كان الكلام بقى الغدة ومش عارف جاي يكسر الدنيا عشان يبقى، فانت لازم الحته دي اللاعب جاي لك نجم. محمد علي برمضان موقفه الحالي هي موقف فلوس، فلوس بحت، مفيش اي حاجه تانية. قصه فلوس، انت دلوقتي محطوط في خانه انك تدفع الفلوس في اربع شهور، وده طبعا رقم صعب، صعب جدا صعب في ظل الالتزامات الماليه واللعيبه اللي عندك. الاهلي عنده ميزه، الاهلي لا بقى لا بتاع قضايا ولا بتاع كاس ولا بتاع مش عارف ايه، اهلي معايا بجيب معيش مش هجيب، ده بيحسب الرواتب الشهريه يا استاذ محمد. اوكي، ما انا بقول لك هي دي ميزه يعني الرواتب الشهريه، لو مش هقدر اقدر اسد شهر واحد دي الميزه. عمرك ما تلاقي اي مشكله ماديه تخص اجنبي او محلي او حاجه تخص النادي الاهلي، ودي دي يدل عليه انك بتحسبها، ما مش مجرد الجماهير عايزه هات، لا مش حاجه، لا وكمان مش بحسب حسبه ان انا هدفع فلوس العقد فقط لا غير والاقساط امتى، انا بحسب الراتب الشهريه كل شهر، انا عندي التزامات بالدولار قد ايه، هل انا اقدر في شهر 4 اللي جاي هوفي ولا اروح لك عمر الساعي عشان عارف الوقت. يلا عمر الساعي، العرض بتاع النادي الاهلي توقف عند تقريبا 30 مليون 30. جنيه 20 و10. المشكله الكبرى ان الاسماعيلي ما زال متمسك بال 50 مليون وعايزهم كاش، مش عايز فيهم جزء قسط. النادي الاهلي متوقف عن اسماعيلي، مضطر للكاش، متوقف عن هذا الامر. القصه وارد انها تخلص في اي وقت، لكن بموجب ان الاسماعيلي ينزل شويه في طلباته، ينزل شويه في الارقام، لاني لما تبص القصه ال 50 مليون دولار دول، ال 50 مليون جنيه دي مليون دولار، مليون دولار مليون دولار. طب ما انا عمر السعد مواليد 2000 لعيب كويس جدا، بس انا اخد المليون دولار احطهم في صفقة محمد علي برمضان اللي هو لاعب موهبة جدا، واجيب محمد علي برمضان وخلص الفيلم اللي حصل عليه ده كله بدل ما ادفع 50 مليون جنيه هنا. فده التفكير اللي جوه النادي الاهلي، لكن الصفقة عمر الساعة مطلوب في النادي الاهلي لحد دلوقتي على فكرة، عشان ما حدش ياخد كلامنا ان احنا بنقول لا، هو في اي وقت يتفقوا على الفلوس وطريقة الدفع الموضوع. وانا باكد على كلامك انه مطلوب، وان الصفقة دي بتدار ما بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس ناصر ابو الحسن مباشرة، فبالتالي ومفيش حد تاني معاهم. لا 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 لا، الموضوع ما بينهم مباشرة، فبالتالي بس لازم الامور بتتحسب فيها حسابات، بلاش يعني التسرع وان هات وجيب ويلا وانجز محمد وكده. الاستثناء اللي خده الاهلي والزمالك في ان القيد يفضل بالنسبه لهم لحد 12 سبتمبر، ادى اريحيه شويه للنادي الاهلي في التفاوض سواء مع عمر الساعي او محمد علي بن رمضان. الجلسه المنتظره دي هتبقى بين مين ومين بقى؟ الجلسه المنتظره اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت اللي هي بتاعت الاهلي وزيد، بتاعت الاهلي وزيد اللي هيتناقش فيها الملفات دي. أوكي. اللي احنا اتكلمنا فيها هتبقى خلال 72 ساعه من دلوقتي. ايه المفاجاه الحمراء بقى دي؟ المفاجاه الحمراء يوسف ايمن المدافع للنادي الاهلي تعاقد معاه من المصري القطري. طبعا دي اول صفقه، دي اول صفقه من الدفاع القطري. ناس كتيره اتكلمت وقالت وهجمت اداره النادي الاهلي على جزئيه ان انت جايب لاعب اعاره لمده سنه بدون اوبشن تو باي، يعني ما ينفعش ان انت مع نهايه السنه تنفع تفعل وتشتريه. طيب انا مش بعد تفعيل بند الشراء، مفيش العقد مش البند مش موجود، يعني اللعيب ده يلعب السنه ويرجع تاني. هي المفاجاه بقى، الناس اللي بتتكلم قالت لك هجمه اداره النادي الاهلي، قالت لك طب انت جايبه عشان كاس العالم للانديه اللي هي هتبقى في شهر 6، طب ما هو كده هيمشي عندك، هيكون مشي. انا هقول لك مفاجاه وهقول لك خبر ما حدش عارف حاجه عنه. ايه بقى؟ في بند موجود في عقد اللاعب ان انا ممكن امدد 6 شهور تانية بعد نهايه بعد السنة. بعد السنه بشرط موافقه ان النادي التاني مش هيرفض، يعني مش هيرفض لان ده بند في العقد، بند في العقد واللاعب موافق على البند ده، لكن جزئيه ان اللاعب عند كاس العالم للانديه لو انا محتاجه مش هيجي معايا، لا الكلام ده مش موجود. يبقى في 6 شهور في عقد يوسف ايمن، بالتراضي ما بين اللاعب والنادي لو الاهلي عايزه تتمدد ودون الرجوع للنادي، وهدفع نص قيمه العقد اللي انا مشتريه فيه من الدحيل، وهدفع للاعب نفس الراتب الشهري اللي بياخده في 6 شهور زي الراتب الشهري اللي بياخده. الكلام ده جامد جدا ومهم جدا لجمهور الاهلي، عشان حته يوسف ايمن دي كانت مهمه، كان بيقول لك طب انت جايب لعيب وهتيجي على اول 6 تمشيه، طب انا مش هروح معاك كاس العالم. ما هي دي النقطه، الناس كتير انتقدت فيها وحد اللحظه دي ما كانش حد يعرف البند، في بند 6 شهور اضافيه. أنا ممكن افعلهم كنادي اهلي لو محتاج الاول لاعب بس اتفقت معايا هيكون موجود معايا. عايز بس اقول لك حاجه صغيره جدا، يلا بمناسبه الصفقات وكده، النادي الاهلي عنده مشكله في قطاع الناشئين. انت المفروض تبقى لوائح القيد الجديده ان انت بتعيد 3 بس اجانب تحت السن. الاهلي كان من السنه اللي عدت عنده لاعب مهاجم اسمه صمويل ومدافع اسمه ريندروف كان مع الفريق الاول، دول الاثنين دول مواليد 2005، واحنا قلنا قبل كده لو تفتكر قلنا في لاعب مواليد 2007 اسمه ابراهيم. أيوة. ده النادي الاهلي ضمه كده 3 لعيبه. المفاجاه ان حاليا في 2 بيتم اختبارهم، وفي لاعب سنغالي انا مش عارف اسمه ازاي، شادي او بيطلق عليه شادي، اسمه شادي، بيختبر في النادي الاهلي وشارك في مباراه وديه مع شباب النادي الاهلي امام التعاون السعودي كانت اول امبارح، وظهر بشكل جيد جدا لاعب خط وسط، ويلقى قبول كبير جدا لدى الكابتن بدر رجب والكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شوي، وفي توصيه بالتعاقد معاه. فهتبقى عندك هنا مشكله. ليه 3؟ ما هو 3، انت عندك كده 4 في قطاع الناشئين. عندك 2 وابراهيم 3، وده هيبقى الرابع، فبالتالي هتختار واحد يمشي. فدي مشكله في الصفقات بتاعت الناشئين بتاعت النادي الاهلي، والاسم بتاع شادي ده اللاعب السنغالي اللي بيختاروا لاعب خط وسط كويس جدا
تكوين مين مرشحه؟ جاي تبع اداره السكاوتنج يعني تبع كابتن هاني رمزي بيقطع الاختبار بقى له اسبوع، وكان الماتش الفيصل في الحكم عليه مباراه بين الشباب الاهلي كابتن بدر اشاد بيه اشاد وكابتن محمد شوقي اتاكد ان هو هيبقى لعيب جامد جدا. كابتن بدر رجب ده بصراحه هو حاجه عظيمه، فهو حتى كان معاه واحد تاني، الواحد التاني ما لقاش قبول قوي، ده اللي تمام وزي الفل. عبد الحكيم بشكرك، الله يكرمك يا استاذ، بكون سعيد جدا بوجودك وباخبارك وبتفاصيلك، لان فعلا بتبقى هدف مش في الجول، هدف. اشكرك يا عبد الحكيم. نطلع بقى للفاصل، نستقبل بقى ضيوفنا النهارده، جانب فني وجانب تحليلي لكثير من الاحداث، هنتكلم على مباراه النهارده برضو بعد مباراه النهارده اللي انتهت منذ قليل ما بين بيراميدز وزد. احمد العايدي هيكون معانا بعد شويه، والكابتن حسن مصطفى نجم النادي الاهلي والسابق، والزميل احمد عطا. نعمل كده دايرة مستديرة كده نتكلم فيها على أحداثنا الرياضية كلها. بعد الفاصل نواصل.